ابتسام. أهلا بك بلال، أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى هذا الموعد الرياضي. نستهله بأخبار الخضر والحدث اليوم مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الزامبي، فرد الاعتبار وتفادي الانكسار شعار سيدخل به الخضر عندما يستقبلون زامبيا بملعب الشهيد حملاوي. فبعد خيبة أمل الجزائريين في عودة المنتخب الوطني بالفوز من لوزاكا، سيكون الموعد سهرة اليوم مع اختبار جديد سيلعب من خلاله المدرب الإسباني لوكاس ألكاريز براسه. قراءة في الموضوع مع إسلام بقرع. مباراة رد الاعتبار داخل الديار، عنوان مواجهة العودة بين الخضر ومنتخب زامبيا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. فبعد صدام الذهاب وخيبة الهزيمة الغير منتظرة بثلاثة أهداف لهدف، أحيا بها منتخب الشيبولوبولو أملهم في بلوغ مونديال روسيا، وأطلقوا رصاصة الرحمة على محاربي الصحراء قبل ثلاث جولات من النهاية. الثلاثاء سنقوم بكل ما يلزم من أجل الفوز، لا يمكننا الاستسلام، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون علينا. اختبار جديد للمدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، فبعد إخفاقه ذهابا في وضع التشكيلة المناسبة للإطاحة بشبان زامبيا وظهور سيء في ثاني لقاء رسمي مع الخضر، لم يعكس طموح الجزائريين في التأهل إلى مونديال روسيا لثالث مرة على التوالي، بل وحطم أملهم في استعادة الخضر لقوتهم المعتادة داخل وخارج الديار. سيكون على موعد مع لاعب رأسه. من الصعب القول أن الجزائر أقصيت، لكن يجب التفكير في المباراة وليس في النقاط الآن. إلا أن المنتخب الزامبي سيعمل هو الآخر على قول كلمته ويؤكد فوز الذهاب ويواصل المنافسة على ورقة الترشح. المباراة المقبلة لن تكون سهلة، فالفريق الجزائري يلعب كرة جيدة ولديه عناصر متميزة هي الأحسن على المستوى الإفريقي، وترويضها فوق أرضية ميدانها ليس بالأمر السهل، لكننا سنقدم كل ما لدينا للفوز بنقاط المواجهة. هي إذن مواجهة جديدة سيكون فيها منتخب ألكاراز وزتشي تحت المجهر، فرد الاعتبار وتحقيق الانتصار بات أمرا ضروريا لتفادي السقوط والانهيار ودفع الثمن. إذن للحديث أكثر حول مباراة اليوم التي سيجيها المنتخب الوطني ضد نظيره الزامبي، أسعد وأتشرف باستضافة ضيفي الإعلامي أمين عزوز. أهلا بك. أهلا ابتسام، بارك الله فيك. شكرا. بداية كما تابعنا في التقرير، إذن مباراة اليوم ستكون مباراة لرد الاعتبار، اعتبار المنتخب الوطني، ما هي قراءتك ربما لسيناريو اليوم أو السيناريو الذي يجب أن يكون لرد اعتبار المنتخب الوطني؟ سيناريو واضح، لازم الفريق يفوز، يعني كما قلت لرد الاعتبار، يعود يوري يرفع راسه، ما كاش شيء آخر ننتظره منه، لأن على بالك المناصر الجزائري شغله غضبان على الفريق تاعو، ما كناش ننتظروا الاداء الهزيل اللي شفنا به الفريق الوطني في زامبيا، ومباراه مهمه جدا اللي كانوا راحوا يعني انتقلوا باش يعملوا ما في وسعهم باش يفوزوا، لكن في ارضيه الميدان شفنا فريق تائه يعني ما فقط لنقل الاجواء عن قرب من قسنطينه، يلتحق بنا مره ثانيه موفى تلفزيون النهار الى قسنطينه زميلنا كمال مهوي. أهلا بك كمال، إن كنت في الاستماع وإن كنت جاهز أهلا بك. أهلا بك ابتسام وبضيفك محمد أمين عزوز وبكل جمهور ومشاهدي قناة النهار. إذا كمال، لو تطلعنا عن الجديد عندك من محيط الملعب أو اللاعبين تفضل. نعم، قبل قليل كنا متواجدين بملعب الشهيد حملاوي مع توفد الأنصار، والآن إلى فندق الماريوت مقر إقامة المنتخب الوطني. قبل لحظات لاعبو المنتخب الوطني استيقظوا وأخذوا وجبة الإفطار واتجهوا مباشرة بعد ذلك لقاعة الاجتماعات لحضور الاجتماع الفني مع الناخب الوطني لوكاس ألكاريز، أين سيجتمع بهم ويحثهم على أداء مباراة قوية لرد الاعتبار
لأنفسهم قبل كل شيء وللمصالحة مع الأنصار والجماهير، خاصة بعد بلوغ مسامعهم أن جمهور غفير يتوافد على ملعب الشهيد حملاوي، وكذلك للإفصاح للتشكيلة الأساسية التي ستحمل كما قلنا 4 تغييرات. إذن فيما المنتخب الزومبي كان في جولة في أرجاء الفندق وسط معنوية مرتفعة، هتافات ورقص وكل شيء يوحي بأنهم مرتاحون نفسيا عكس لاعبي المنتخب الوطني. كمال، ربما أنت بمقربة من لاعبي المنتخب الوطني، كيف استقبلوا ربما تعادل المنتخب النيجيري ونظيره الكاميروني في مباراة أمس، وهل سيحفزهم هذا لتقديم مباراة جيدة وتسجيل نتيجة إيجابية؟ لا، حديثهم كان كله أنهم فقدوا حظوظهم بعد الخسارة في زومبيا 3-1، ولم تهمهم كثيرا نتيجة التعادل بين نيجيريا والكاميرون، مع العلم أن المنتخب الوطني يحتفظ ب1% ربما من حظوظه للمرور إلى كأس العالم حتى وإن تطلب ذلك معجزة. الكاريز يقول أنه لا يتحمل مسؤولية الإقصاء من كأس العالم بعد أن وجد المنتخب بنقطة وحيدة ويتحمل الخسارة أمام زومبيا فقط. النتيجة لم تؤثر ولم تغير عليهم كثيرا، باستثناء ربما أنهم لاعبين محترفين يريدون نسيان الهزيمة ورفع التحدي من جديد، علما أن تغييرات كثيرة ستحدث بعد هذا اللقاء، احتمال اعتزال لاعبين وأيضا إجبار لاعبين على ربما الاعتزال المبكر مثل ما حدث سابقا مع وحيد حليلوزيتش سنة 2011 لما اعتزل زياني بالحاج ومطلوب لاعبين سيغادرون المنتخب والسياسة ستتغير بعد ذلك. بعد لحظات يصل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي من العاصمة، حيث لم يقضي اليومين الأخيرين هنا في فندق الماريوت. سيصل أيضا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، فيما محفوظ قرباج رئيس رابطة المحترفة لكرة القدم لم يتأكد حضوره. أجواء خاصة تطبع هذه المباراة كما قلت لك، بعد قليل سيفصح الناخب الوطني عن التشكيلة الأساسية وبعد ذلك سنمنحه، ولو أن المعطيات تقول أنه مبلحي في حراسة المرمى، عطال على الجهة اليمنى، غلام بن سبعيني ومجاني في محور الدفاع، بن طالب وربما بن غيث المفاجأة في وسط الميدان، يضاف إليهم إبراهيم رياض محرز، إسلام سليماني وهلال العربي سوداني. شكرا جزيلا لك زميلنا كمال مهوي موفى تلفزيون النهار إلى قسنطين على هذه التوضيحات. أعود لضيفي أمين عزوز، ربما أشد المتشائمين لم يكن ينتظر هذا السيناريو بعد 3 جولات فقط من بدء تصفيات كأس العالم، في رأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع في المنتخب الوطني؟ هذا شيء يدل باللي الفريق الوطني ما كانش متحضر بطريقة جيدة، وعدم استقرار في العريضة الفنية للفريق الوطني من الأول، قلنا بلي ما يخدمش الفريق الوطني، يعني من خرجنا في كأس العالم 2014 ما لقيناش طاقم اللي يواتي الفريق الوطني. وكل تغييرات هذه جامي صارت في العالم، هذه كل مقابلة عندك ناخب جديد. يعني 3 مقابلات كل مقابلة كان فيها مدرب كان فيها ناخب. وهذا ما يسمحش الفريق باش يعمل بجدية وباش تكون اللاعبين يعني تكون روح الفريق. لأن في الندوة الصحفية تاع البارح واش قال الكاراز؟ قال لك ما لعبناش كفريق، لعبنا يعني فرديات. والكرة القدم يعني استن كوليكتيف، لازم الكوليكتيف هو لازم يكون روح الفريق، لازم يعني كل شيء يكون واضح. احنا الفريق تاعنا يعني ما الاسماء ما يديروش فريق، يعني الناخب يعني اللي عنده حنكة وعنده يعني تفكير جيد ويليق بالفريق الوطني لازم هو يصيب الحل ويصيب التشكيلة اللي بها يعني تقدم الى الامام. احنا كل مره نبدلوا، راكي سمعتي واش قال كمال مهوي، قال لك بعد هذه المقابله يكونوا ديجا اليوم كاين تغييرات في التشكيله وبعدها تكون سياسه واحده اخرى. احنا السياسه تاعنا الرياضيه في الجزائر ماشي واضحه، يعني المشكل ماهوش غير في كره القدم، راه في كل توت لي ديسيبلين. انا شفنا في الجودو يعني ما لي جودوكا في المونديال هذا الاخر نتائج هزيله في البوكس، يعني الدوره تاع لو جيتاك تاع السيكليزم اللي كانت كل سنه دير لنا يعني حفاوه ويعني بون امبيونس في تور دالجيري ما كانش، يعني ماشي برك كره القدم. لازم اعاده النظر على السياسه الرياضيه في الجزائر، قلناها تكرارا يعني عاودناها وكررناها والاشياء قعدت كما هي. يعني ما كان له نديروا الفولكلور، هذا فولكلور رياضي يعني
ولو الفولكلور يعني فن، يعني عنده لي نعم راجل تاعه، لازم ناخذ الامور بجديه ويكون تفكير جدي. وشاك فوا قلنا لازم الناس تاع الرياضه اللي يخدموا الرياضه اللي يحبوا الرياضه هما اللي يجلسوا حول الطاوله ولا في دون ان سيمينار ولا يتكلموا على كل المشاكل اللي كاينه والحلول. حنا شفنا فريق الزومبي بناخب من زومبيا، يعني شفت الفريق تاعهم نعم الداشان ولعب يعني بتشكيله شابه، يعني فيها دي جان تاع 20 21 اكسيتيرا، وجهوا الفريق الوطني واعطونا نقدر نقولوا درس كره القدم، يعني نعم. فيولاج تاعهم فريق مكون اغلبه من وحنا مازال اللاعبين نتكلموا المحليين. عندنا نجوم، عندنا فريق كبير، احنا احسن فريق. ما احنا احسن فريق ما والو، ما النجوم قد ما يديروش فريق لو ما تكونش الروح في الفريق، يعني حب الفريق هذا. كيفاش رحنا لزومبيا مقابله مصيريه لابد نربحوها، وتشوف انت لاعب ما يشوف يعني اون سبيكتاتور في تيران، وين راهي الروح القتاليه، وين راهي الروح الفريق، وين راهي يعني القلب. ولكن هذا ما يكفيش، قالنا احنا ديما نهضروا على الحراره اكسيتيرا، كره القدم دوك علوم دقيقه فهمتي، سي با اون سيونس اكزاكت في الريزلتا، بصح في التفكير في لونترينمون في لا ميثودولوجي هنا الامور واضحه، يعني سو البلان تاكتيك اكسيتيرا لازم يكون تركيبه تاع ستاف تكنيك لازم تكون في المستوى. وانا نقولها ونعاودها في الكاستينغ ولو شوا تاع الكاراز، يعني جو ني ريان كونت الكاراز ان طونك مدرب، هو يعني اون لو في ابل جا او يدير واش يقدر، ولكن نظن باللي سي تان موفي شوا، باسكو حنا كنا في وضعيه وين لازمنا 4 مقابلات نفوزوا بها باش نتاهلوا لكاس العالم ونوجدوا. ما نساوش باللي لوبجيكتيف هو اللي عطاه له ماشي كاس العالم، هو كاس افريقيا، ولكن كان في بلي اون افي ان بوزوان امبورطون دون لي ميديا في لي ريزولتا، سوا نديرو ان ستاف تكنيك ناسيونال. علاش انا نجيب مدرب اترونجي نعطي له 60000 يورو باش نشوف اداء هزيل كيما هذا؟ مالا ندير دي زونتيرو ناسيونو تاع في الجزائر، يعرفوا اللاعبين، يعرفوا العقليه الجزائريه، يعرفوا عندهم خبره في الملاعب الافريقيه، ولا نجيب اترونجي ان اترينر اترونجي، نجيب واحد اللي عنده حنكه ويعرف يعرف ادغال افريقيا، يعرف واش كاين في الكره الافريقيه. مثلا كلود لوروا على ليميت درب بليزور سيليكسيون افريكان، يعرف يعني الجو في افريقيا، يعرف المعطيات، يعرف اشياء كثيره. دونك حنا لو شوا ما نديروش ان شوا باسكو صاحبي تليفونالي وقال لي عندي كونتاكت مع تيلونترينور وعندي هادي، وحنا ندخلوا بزاف الامور وني با بروفيسيونيل في التفكير تاعنا وفي يعني في التعاملات تاعنا. لما تو في لو شوا دان سيليكسيونور ناسيونال، هاد الفريق الوطني مثل خوجا بلادي مثل 40 مليون جزائري، لازم نعطوا اهميه كبرى في التفكير في لو شوا. هذيك لا فاز تاع لو شوا مهمه جدا، يعني ما لازمش ناخذوها يعني بسهوله وهكذا فيك فاسيليتي قال جيب هذا الكاراز واروح حكم فريق وطني جزائري. فريق وطني جزائري عنده السمعه تاعو، لعب كاس العالم، حنا نورمالمون بلوس نافونسي ونديرو نتائج بلوس لي زيكزيجونس يزيدو، الستاف تكنيك لازم يكون اقوى، اللاعبين لازم يكونوا اقوى، يعني المتطلبات تولي كبيره، والشعب كل ما دير ينتظر منك الاكثر. دونك جو بونس باللي يعني لازم الناس تاع كره القدم تو دابور، ولازم الناس دي جيستيونير دو سبور، ماشي كيما تيجير اون انتربريز تاع لا مارشانديز ولا شاك شوز عندها لي سبيسياليست تاعها. حنايا لازم دوك في البلاد هذه، لازم في بلادنا الجزائر اللي نحبوها ونعزوها ونغيروا عليها، لازم الناس يجيو ماشي يخدموا المصالح تاعهم ولا تاع بعض الاشخاص ولا امور كيما هذه، لازم ناخذوا لي ميور في دون تو لي دومين. باسكو المشكل في بلادنا حنا ما كانش الراجل المناسب في المكان المناسب في عده مجالات، لو بلو سوفون باش ما نظلموش كاع الناس. دونك حنا هاد البلاد باش نرفدوها لازم الناس المخلصين واللي عندهم لو سافوار فير واللي عندهم لي كومبيتونس، هذوك هما اللي لازم ياخذوا لي بوست، ماشي اللي يجيو يعمروا برك ويتمسخروا بينا وهم في كيفاش نقولوا بريكولاج وطرابندو في سبور. رانا في طرابندو في سبور، كنا نهضروا زمان طرابندو في ليكونومي، دوك ما في سبور كانت من هبه ودبه. تعطينا اسماء لبعض الاشخاص اللي جاوا يخدموا مصالحهم الشخصيه؟ انا ما نحبش نذكر الاشخاص لان كل شيء واضح، ماشي ما يعني ما ماشي تهرب من مسؤوليه ولا بصح كاين امور يعني ماهيش تمشي كيما لازم، يعني ما سي با المومون. حنايا كيما نقولوا اون تيغ با سور لومبيلونس كي باسكو دوك الحاله ماهيش مليحه، بصح لو انا اون سمي اوتور دون طابل وديري ان سوجي يعني خاص بهذا لو بوان هذا نتكلموا عليهم. كاين اشخاص
بالتليفونات يخدموا، واحد وزير يعيط لصاحبه يحطوا في مسؤوليه يمبوزيه، واحد كاين بزاف اشخاص يمشيوا بالتليفونات في امور تاع الوطن، ما كاش صحبه وما كاش العائله وما كان والو، كاين الشخص المناسب. كلنا جزائريين اخوه وراء اون بليس اون دي مسلمون اون اسونسيال ترتوس دي فرير، الرجل الانسب في المكان الانسب، ماشي باسكو انايا عندي صاحبي ولا عندي واحد مليه ولا نو، ناخذ لو ميور ميم لو كان ماشي صاحبي ما نتفاهمش معاه، بصح على بالي بلي لي كومبيتون يخدم الوطن يخدم الفريق الوطني نجيبو. نعم. مثلا دوك انا نشوف الناس كاع طيح على زد شيء، يعني انا ما نحبش قلت لك نشخص الامور، ولكن لما يكون واحد على مسؤوليه يعني لا يكسبت لا كريتيك. احنا زد شيء اسكو هو الرجل المناسب باش يكون في راس الفيدراليه؟ نقولوا الاشياء كما هي، يعني صراحه اسكو ربو حداد يعني عنده اسي ديكسبيرونس ويعرف اسي الفوتبول باش يكون فيس بريزيدون في لا فيدراسيون بار اكزومبل ولا اولد ميريت عنات؟ جي ريان كونت سي بيرسون، نتفاهموا مليح. ولكن كاين ناس يعرفوا الرياضه خير منهم، دونك جو فوا با علاش لو شوا سي بوزي سور سبيسيالمون زاد شي. يعني اسكو سي نورمال يكون ان كانديدا بور لا فيدراسيون؟ سي با نورمال. يعني لازم كي نتكلموا على الديمقراطيه يعني الشورى بيناتنا لازم تكون حقيقه في الميدان نطبقوها، ماشي بالتليفون خلاص. يعني عصر التليفونات شفنا المشاكل اللي جاوا، يعني دوك لازم يكون انفتاح تاع الصح، ولازم تكون حريه حقيقيه باش نتقدموا الى الامام. اون غوفي با لي ميم زيغور، يعني لازم الشورى تكون شورى تاع الصح، لو شوا دي زوم لازم يكون يعني حقيقي وماشي داخله في ان كلون ولا صحبه ولا ماشي داخله في هذه الاشياء. يعني خرجت لك من المجال. نعم. يعني بطريقه اوسع، لان هذه بلادنا نحبوها احنا كلنا والجزائريين كلهم يقولوا باللي احنا الجزائر عندنا كلش، ربي عطانا كل خيارات، ولكن كيفاش نسيروا بلادنا وكيفاش نتعاملوا بيناتنا وكيفاش هذاك شيء اخر. يعني كيفاش تشوفي الخير قدامك والناس يعني مغبونين. نعم. فهمتي؟ احنا عندنا فريق وطني عندنا لاعبين، ولكن السياسه تاع الفريق الوطني اختيار اللاعبين، انا ماشي باسكو تلعب في اوروبا وعندك اسم بكل احتراماتي لكل لاعبين، بصح كاين لاعبين الان ما يستاهلوش يتقمصوا القميص تاع الفريق الوطني، لان في الميدان ما كان والو. كاين الاسم فلان يلعب في هذا الفريق كبير مثلا، من كاسم انا ما نحبش قبل المقابله ما نحبش نهضر على هذه الاشياء، كي تخلص المقابله تاع زومبيا يعني باش نتكلموا على هذه الاشياء، ولو نظن باللي اللاعبين ماهمش يتبعوا فينا ممكن يعني مركزين على المقابله. أكيد. ولكن انت تشوفي مثلا لاعب غلام يعني في مقابله هذه يعني في الهدف الاول يعني لا في اوكان ايفور باش يروح يبريسي هذاك لاطاكون اللي دار سونتر ترونكيلمون، ما تحسيش ان ايفور، ما تحسيش ان انجاجمون، ما تحسيش تحط رجلك. تشوف الهدف الثالث تاع زامبيا بن طالب، يعني اللاعب رايح باش يسجل وما تحسيش هذاك الانجاجمون اللي تشوفه مع الفرق تاعهم لهيك. يعني جيت تلعب في الجزائر ما جيتش اون توريست، ما جيتش حواس. نعم. وفي الكلام في لي كونفيرونس بريس تسمعيهم رانا رايحين نربحوا ورانا رايحين نديروا ورانا رايحين ورانا رايحين، اسكتوا لعبوا في الميدان، حنا هذا واش نحبوا؟ اسكتوا يا سيدي. قال هكذا لان دوك انت مقبل في الكواليس قلت لي واش رايك على المقابله؟ كيفاش راك تشوف في النتيجه تاع اليوم؟ قلت لك والله ما نقدر نجاوبك، لان ما عندناش فريق ستابل ويلعب بانتظام. نعم. ويعني في كل مقابله تشوفي نقدروا نهزموا، بصح لما تشوفي بلي لاعب يشمخ القميص تاعو يموي لو مايو ودار كاع لي فور ولا لادفيرسير كان اقوى منك هذاك في هذيك المقابله ديال كره القدم، ولكن لما تشوفي بعض اللاعبين يتجولوا في ملعب في مقابله مهمه كيما هذه، يعني هذا غير مقبول وغير مسموح. ما نجيناش هنا نضحكوا ونلعبوا، هذا فريق وطني لازم الانضباط، والبلدان الكبرى فاش غلبونا لا ريغور ما كانش اللعب، لا ديسيبلين سي لا ديسيبلين، لونترينمون سي لونترينمون، وقت الخدمه خدمه، وقت الضحك ضحك، كل شيء في مكانه. يعني حنا لحقنا الوقت هذا اللي حبينا نرفعوا المستوى تاع بلادنا وتاع شعبنا وتاع كل في كل مجالات. نعم. لازم نشمروا على يدينا، ويعني لازم نعملوا امور كثيره. لما تلبس الفريق الوطني المايو ماشي باش الجرائد تهضر عليك ولا كود تاعك تطلع اكسيتيرا، لازم تجي تخدم الفريق الوطني. كاين لاعبين يعني تحسيهم يمول لو مايو، بصح انا ما نحصلش غير في اللاعبين. نعم. باسكو لا بوليتيك جينيرال راكي تشوفي الكرة القدم الوطنيه، انا لما شفت الملعب تاع زومبيا ولا غير غادني الحال غادني عمري. يعني بلد كيما الجزائر تشوفي فريق بالزومبيا بلاد صغير مركب كيما هذاك. احنا البارح شفت
شفت لي بوينت فونت في قسنطينه يعني حيط داير وفيه دي ترو، نعم يعني سي نو ريسبيل سبيكتاتور، فهمتي العقليه اللي حبيت نتكلم نعم. عليها؟ يعني في كل مجالات ما راناش في المستوى، الحقائق تقال، احنا ما يعني ما نحبوش نكريتيكيو برك باش نكريتيكيو، نحبوا الناس اللي تحب الاحسن الافضل، يعني اللي عندها افكار، اللي عندها برنامج، اللي عندها طموحات، يعني هكذا باش الاشياء تتطور. نعم. ماذا بينا، لان شكون ما كانش فرحان باش الفريق الوطني؟ يعني ما كناش فرحان، يعني حابين نعاودوا نشوفوا الشباب تاعنا مسرور وفرحان كما رحنا لي دو دانيير كوب دو موند، يعني وجامي تكاليفينا تروا فوا دو سويت، صافي دير ما استخلصناش الدروس تاع سنوات اللي سبقت. يعني ما الاستمراريه ما كاش، يعني دي كان اون ايكيب تكون مليحه ودير نتائج غير تعاود تولي وتكمل المونديال تتكسر، هذاك الفريق يتكسر، الناخب الوطني يروح، عدم الاستقرار. بون جو انا ما نكريتيكيش طول طون، غير نكريتيكي لي جيستيونير، كاين اشياء ايجابيه وكاين اشياء سلبيه، ولكن لما ما تكونش النتائج، وحنا دوك فريق وطني جزائري ماشي فريق تاع حومه. نعم. كل سمانه نحبوا نبدلوا اونترينر، كل دوك قلت لك غلط، سمح لي ابتسام، غلطنا في لو شوا تاع الكاراز دابري مون افي. نعم. بصح سي با اون سوليسيون دوك تنحيه، كي نقولوا انا يلعب براسو ما يلعب، خلاص خيرته خليه يخدم. فقط هذا الحديث بعد الفواصل الاشهاريه ثم لنعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال الحديث مع الضيف امين عزوز، لكن قبل ذلك كان قد اجرى الفريق الوطني مساء امس في حدود الساعه 7:30 اخر حصه تدريبيه له بملعب الشهيد حملاوي تحسبا لمواجهه اليوم التي ستجمعه بنظيره الزامبي، وقد بدا رفقاء بن سبعين في حاله نفسيه جيده مقارنه بتلك التي وصلوا عليها الى مطار محمد بوذياف فجر اول امس. الحصة التدريبية جرت بتعداد كامل وقد سمح خلالها لوسائل الإعلام بالتصوير لمدة ربع ساعة. التغطية لكريم لونيس وكمال مهوي. آخر حصة تدريبية يخوضها رفقاء محرز لخوض مباراة زامبيا التي باتت شكلية بمعنويات منحطة وعلى أمل رد الجميل للجمهور الجزائري والجمهور القسنطيني. كما المهوي، ملعب الشهيد حملاوي، تلفزيون النهار، قسنطينة. إذا كانت هذه أجواء الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها المنتخب الوطني يوم أمس، في رأيك هل سنرى وجه مغاير للاعبي المنتخب الوطني مقارنة بمباراة الذهاب أمام المنتخب الزامبي؟ وهل رغم الضغط الذي سيكون موجود من قبل الأنصار، أم أن شكلية المباراة نسبيا ستحرر اللاعبين من أجل الفوز بنتيجة ربما ستكون عريضة؟ والله غير سؤال صعب. نظن باللي ممكن يعني الارضيه مليحه في ملعب حملاوي، وتوافد الجماهير يعني ورد لونفي دو بيان فيغ، يعني باش يفاسيو هذاك الانهزام تاع الاول ضد زامبيا. نظن اللاعبين يعني راح يدخلوا باش يفوزوا، يعني عندهم امكانيات باش يفوزوا لو يعني الخطه التكتيكيه تكون في المستوى، ولا لو اللاعبين يعني ادوا ما عليهم في الميدان. هذا ما كان كرة القدم هكذا. نظن يعني درك في هذه المرحلة رانا مقصيين، أنا بالنسبة لي رانا مقصيين، ما كان 1% ني 2%، رانا مقصيين يفواتر يعني ديريكت. والآن لازم ما لازمش دوك نهدموا هذا الفريق، لازم بعض التعديلات في بعض الأمور، لازم نصلحوا بعض الأمور، ولكن لازم هذا الفريق يبدأ من هذه المقابلة يحضر المقابلات اللي جايين تاع تصفية كأس إفريقيا. ولازم لوبجيكتيف تاعنا كأس إفريقيا هذه 2019 لازم نحضروا فريق اللي يدير كأس إفريقيا في أعلى مستوى، فهمتي؟ لأن ما نروحوش المونديال بقى لنا غير كأس إفريقيا، لازم الفريق يعني يكون محضر جيدا، ولازم حسن اختيار اللاعبين. وما انا نظن باللي ما لازمش نمسوا الناخب الوطني، لان اختيار كان ماشي، انا بالنسبه لي ما عجبنيش في الاول، ولكن هو راه موجود على راس الفريق الوطني، على راس الطاقم الفني للفريق الوطني، سا سيغ غيان نظلوا نبدلوا، خليوه يعمل، اعطيوا له الامكانيات باش يعمل. دوكا نظن باللي يعرف احسن اللاعبين، يعرف احسن لامونتاليتي تاع تاع لي رايد لونفيرونمون تاع الفريق الوطني، ممكن هذا يسمح له باش بالك يدير عمل جيد.
ونظن الفريق الوطني لازم يفوز اليوم او موان باش يفرح لي زالجيريان وينسيهم شويه في الانهزام تاع زامبيا. انا الاوان ان يتم تغيير تشكيله المنتخب الوطني بالنظر لما تقدمه فوق ارضيه الميدان، يعني غياب لروح ابتسام اللاعب اللي ما عندوش روح. نعم. ويعني ما يصدون با افون يقعد في البون لا يتنحى يطلع على تريبون. اللاعبين اللي جاهزين ويعني محضرين باش يلعبوا ويمدوا كاع واش اللي عندهم هذوك هما لازم يكونوا في التيران. لازم الاحسن هو اللي يكون في الميدان، الاحسن من كل نواحي، من الناحيه التكتيكيه البدنيه، من ناحيه لونغاجمون، من ناحيه لا كونسونطراسيون، يعني كره القدم فيها امور كثيره. ولكن لازم نحط تشكيله ماشي نغيروا باش نغيروا، لازم تكون اون ايكيب اكيليبري في لي ترو كومبارتيمون. لازم ماشي باسكو يعني لازم يصيب الحل الناخب الوطني، راهو هنا باش يصيب حلول. نعم. هذا من راهو خالص باش يصيب حلول، اذا عليه يصيب الحلول اللي تليق بالفريق الوطني. بالحديث عن الناخب الوطني لوكاس الكاريز، اكد امس خلال ندوه صحفيه بانه لا يشك ابدا في قدراته وبانه قادر على اعاده الجزائر الى السكه الصحيحه في تاكيد على رغبته في البقاء. Por tanto, no tengo ninguna duda, ni la más mínima duda de mi capacidad. La défaite fait partie du jeu. J'ai travaillé 30 ans avec 300 matchs en première division espagnole et j'ai appris entre autres à relever la tête. J'ai suffisamment de force et d'énergie pour continuer et je n'ai pas le moindre doute sur mes capacités à permettre à l'Algérie de revenir à son meilleur niveau. هذا ورفض الكاريز تحمل مسؤولية إقصاء الخضر من المونديال مبرزا بأن المنتخب الوطني قد خرج بنسبة كبيرة قبل هذا اللقاء. الريزولتاو ا كورتو بلازو ما بيسا ان ال فوتورو دي 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 فوتبول ارجلينو اي باراسو مو تينتا لا تشام بارا كوجير جوادريس جوفنيس كي ان ان فوتورو بروسيمو كوما انتا لو بي. بور لا كوب دو موند Je crois que ma responsabilité se limite au match de la Zambie. C'est pas le match de la Zambie qui nous a éliminés. إذن كانت هذه هي تصريحات المدرب لوكاس الكاريز يوم أمس خلال الندوة الصحفية. في رأيك هل سيكون المدرب لوكاس الكاريز مجبرا على مراجعة أوراقه ربما لتفادي سيناريو المدربين السابقين في المنتخب الوطني في حال تسجيل نتيجة إيجابية كانت أم سلبية؟ بيان سور لازم إعادة النظر في أوراقه، هو يلو سي لما قال لك أنا متيق في الإمكانيات تاعي باش نقود هذا الفريق يعني إلى الأحسن في المقابلات الآتية، لأن ما تنساش باللي كان ضغط كبير عليه. نعم. لأن كان عليه الفوز في زامبيا باش يبقي الحظوظ تاع الفريق الوطني للتأهل إلى كأس العالم، ويعني لما تربح زامبيا لازم تربح هنا وتربح الكاميرون في الكاميرون وتربح نيجيريا هنا، يعني كانت مهمة صعبة جدا. نعم. لأن نقدر نقول الأمور برسك تحسمت في المقابلتين الأولتين اكزاكتومون. دونك انا نظن باللي لازم يخليوه يخدم، خلاص وقع الاختيار عليه لازم يخليوه يخدم وما نعاودوش اشاك فوا نضيعوا الوقت. لما تنحيه عاود يجيب ناخب جديد ويعاود لازم يعرف اللاعبين ولازم يعرف التركيبه ولازم يعرف الجو والانفيرونمون اكسيتيرا. دونك هو الوقت هذا القصير اللي جوزوا في الفريق الوطني وعرف عده امور. نظن يعني الاستقرار مهم جدا على العريضه الفنيه تاع الفريق الوطني، وما تنسيش شيء يعني احنا صح باسكو انهزمنا وتقصى الفريق الوطني اوني كريتيك، بصح نقول لك كره القدم الاشياء تمر تمشي بسرعه كبيره. لماذا؟ لان الفريق الوطني لما كنا خاسرين 2-0 كنا قلصنا النتيجه بهدف تاع ابراهيمي وكنا ممكن نسجلوا هدف التعادل يعني من لاعب سعدي او لو الحكم عطانا ضربه جزاء. لو الحكم عطانا ضربه جزاء وتعادلنا ولينا في النتيجه، على بالك لما فريق يكون فايز 2-0 ومن بعد تتعدل عليه النتيجه في ملعبه كان الفريق الوطني ممكن يفوز وكنا نتكلموا كلام اخر. فهمتي يا ابتسام؟ دونك الاشياء تمشي بسرعه في الفريق الوطني، ولكن يعني الامور ما مشاتش بهذه الطريقه وكان انهزام. دونك في الانهزام رايك هل تم منح الفرصه لمدرب محدود من جديد لتحطيم ان صح القول المنتخب الوطني؟ ما فهمتش السؤال ابتسام. هل تم منح فرصه لمدرب محدود بالنسبه لالكاريز المدرب الاسباني؟ مدرب محدود هل تم منحه فرصه؟ لم يعني هو اشرف على فرق صغيره. نعم. نعم. هل يعني المنتخب الجزائري كبير وتم منحه فرصه لتحطيم هذا المنتخب؟ انا ما نحبش نمس الشخصيه تاع الانسان لان ما نعرفوش مليح، ولكن نظن باللي الفريق الوطني كان يستاهل احسن
مدرب في مستوى احسن، لان قلت لك ما عندناش وقت نضيعوه. كان لازم علينا نديروا نتائج، باش دير نتائج لازم تجيب مدرب محنك، ماشي يجي هنا الكراز وشجار. هنا هنا التفكير سيء تاع المسيرين تاع الفيدراليه وتاع زتشي. هنا لازم كان يخمم يجيب ناخب خلاص متعود على افريقيا، يعرف افريقيا عنده معطيات على الكره الجزائريه وعنده معطيات كثيره اللي تسمح له يربح وقت. هو جاب الكراز لوي ما هو هذا ولاو يديكور في افريقيا والفريق الوطني، بس ما اللي يجي سي في الفريق الوطني. انا با الي لوزيتش علاش دار نتائج؟ ما تنساش بلي الي لوزيتش كان عاود كاع التركيبات على الفريق الوطني براتيكمون، شاف فين 40 جوار وغربل ودار باش خرج الفريق هذاك اللي راح لكاس العالم. ولكن الي لوزيتش كان عنده يعني اون اكسبيريونس مليحه مع كبيره وفي افريقيا مع منتخب كوت ديفوار، مع منتخب كوت ديفوار، وكان درب فريق الرجاء البيضاوي تاع المغرب. يعني عنده نظره على الكره الافريقيه وعلى على لي بي افريكان كيفاش تكون الامور فيه اكسيتيرا، وهذا عاونوا باش الفريق الوطني في وقته كان امام يفوز على الاكستيريور. نعم. علموا يفوز في افريقيا، وحنا على بالنا بلي المقابل المباريات في افريقيا يعني صعبه جدا من بحكم الطقس والامبيونس هذيك اللي تما والاجواء يعني صعيبه جدا. نعم. بصح الدرك يعني خلاص تم الاختيار. نعم. لو شوا تندار على الكاراز، اسكو نحيوه ما نحيوهش، سا صارو لا في لا ريسبونسابيليتي لا فيدراسيون. نعم. بصح انا نقول يعني دوك كل مقابله نغيروا مدرب سي با بوسيبل. يعني داروا اختيار يتحملوا المسؤوليه تحملوا النتائج تاع اللي راهي جايه، يتحملوها وياخذوا الامور بجديه ويصلحوا بعض الامور اللي تخلي الفريق تاعنا هذا يعني سي دوماج نضيعوا جينيراسيون كيما هذه. صحيح. اكزاكتومون. شكرا جزيلا لك ضيفي أمين عزوز على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لكم مشاهدنا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. عودة لك بلال. شكرا لك ابتسام، وشكرا موصولة، وشكرا موصول لضيفك. السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى هذا الموعد الرياضي الجديد، نستهله بأخبار المنتخب الوطني. ولرصد الأجواء، ساعات قليلة قبل لقاء الجولة الرابعة ومباراة العودة، نربط البث المباشر لاحقا مع الزميل كمال مهوي المتواجد بقسنطينة. في انتظار ذلك ننتقل لتقرير حول المنتخب الوطني، فرد الاعتبار وتفادي الانكسار، شعار سيدخل به الخضر عندما يستقبلون زامبيا بملعب الشهيد حملاوي، فبعده خيبة أمل الجزائريين في عودة المنتخب الوطني بالفوز من لوزاكا. سيكون الموعد سهرة اليوم الثلاثاء مع اختبار جديد سيلعب من خلالها المدرب الإسباني لوكاس الكاريز رأسه. قراءة في الموضوع مع إسلام بقرعة. مباراة رد الاعتبار داخل الديار، عنوان مواجهة العودة بين الخضر ومنتخب زامبيا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. فبعد صدام الذهاب وخيبة الهزيمة الغير منتظرة بثلاثة أهداف لهدف، أحيا بها منتخب الشيبولو بولو أملهم في بلوغ مونديال روسيا، وأطلقوا رصاصة الرحمة على محاربي الصحراء قبل ثلاث جولات من النهاية. الثلاثاء سنقوم بكل ما يلزم من أجل الفوز، لا يمكننا الاستسلام، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون علينا. اختبار جديد للمدرب الإسباني لوكاس الكاراز، فبعد إخفاقه ذهابا في وضع التشكيلة المناسبة للإطاحة بشبان زامبيا وظهور سيء في ثاني لقاء رسمي مع الخضر، لم يعكس طموح الجزائريين في التأهل إلى مونديال روسيا لثالث مرة على التوالي، بل وحطم أمالهم في استعادة الخضر لقوتهم المعتادة داخل وخارج الديار. سيكون على موعد مع لاعبي رأسه. من الصعب القول أن الجزائر أقصيت، لكن يجب التفكير في المباراة وليس في النقاط الآن. إلا أن المنتخب الزامبي سيعمل هو الآخر على قول كلمته ويؤكد فوز الذهاب ويواصل المنافسة على ورقة الترشح. On Tuesday will not be easy.
المباراة المقبلة لن تكون سهلة، فالفريق الجزائري يلعب كرة جيدة ولديه عناصر متميزة هي الأحسن على المستوى الإفريقي، وترويضها فوق أرضية ميدانها ليس بالأمر السهل، لكننا سنقدم كل ما لدينا للفوز بنقاط المواجهة. هي إذن مواجهة جديدة سيكون فيها منتخب الكراز والزتشي تحت المجهر، فرد الاعتبار وتحقيق الانتصار بات أمرا ضروريا لتفادي السقوط والانهيار ودفع الثمن. إذن لرصد الأجواء مشاهدينا ساعات قليلة قبل لقاء الجولة الرابعة ومباراة العودة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الزامبي، نربط البث المباشر مع الزميل كمال مهوي موفى تلفزيون النهار إلى قسنطينة لينقل لنا المستجدات من هناك. صباح الخير كمال. صباح الخير زميلتي ابتسام، اسعد الله صباحك وكل مشاهدي قناه النهار مباشره من ملعب الشهيد حملاوي، اين ستستكمل عمليه بيع التذاكر بعدما بيعت يوم امس رسميا 16,000 تذكره، على ان تباع 16,000 تذكره الثانيه المتبقات بعدما طرحت اداره الملعب 32,000 تذكره، ستكتمل بيعها الى غايه الساعه الواحده زوالا موعد فتح ابواب الملعب، علما ان المباراه في حدود الساعه 8:30. إذن الملعب سيفتح أبوابه للمناصرين بداية من الساعة الواحدة، وكما تشاهدين إقبال منذ الساعة الأولى لصباح اليوم لأنصار المنتخب الوطني، أؤكد من كل ولاية الشرق الجزائري من عنابة من قلمة من تبسس وقهراس عين البيضة ميلا تجنان، جاءوا في الصباح الباكر هنا لاقتناء تذاكرهم والدخول إلى ملعب حملاوي الذي سيكون مكتظا بإذن الله اليوم، الذين يريدون منح صورة جيدة عن أنصار المنتخب الوطني وصورة جيدة عن مدينة قسنطينة، هذه المدينة المضيافة التي استقبلت المنتخب الوطني في أوضاع صعبة وصعبة للغاية بعدما أقصي المنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم، ولو أنه ليس إقصاء رسميا، يوجد 1% من حظوظ المنتخب الوطني في كرة القدم، كل شيء ممكن، نحتفظ ببصيص الأمل لأن المنتخب الوطني وفي حال فوزه اليوم سيصبح بأربع نقاط في الصف الثاني وراء منتخب نيجيريا الذي يملك لحد الآن 10 نقاط مع بقاء مباراتين، وفي حال خسارة المنتخب النيجيري لمباراته القادمة وفوز المنتخب الوطني سيكون كل شيء ممكن، ولو أن الأمور صعبة وصعبة للغاية. سنحاول الاقتراب من بعض الأنصار، إذا كانت لك أسئلة طبعا تفضلي قبل الحديث مع الأنصار. نعم، فقط قبل ذلك مال، هل اتضحت التشكيلة الأساسية ربما التي ستدخل لقاء اليوم أم ليس بعد؟ من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي ضبط من خلالها المدرب لوكاس الكاراز التشكيلة التي سيواجه بها المنتخب الزامبي، خاصة مع حدوث تغييرات مقارنة بلقاء الذهاب لأن التشكيلة كانت خارج الإطار، اتضحت نوعا ما التشكيلة الأساسية، ولو أن الفصل الرسمي سيكون بعد ساعات في حوالي الساعة 11 حين موعد الاجتماع الفني، ثم سيطرح التشكيلة الأساسية وسيقدمها للاعبين، إلا أنها تأكدت بنسبة كبيرة واستطعنا ربما الحصول عليها، لأنه عطال سيكون أساسيا، بلحي في حراسة المرمى طبعا سيواصل مهمته، وعطال سيكون أساسيا على الجهة اليمنى، غلام سيواصل على الجهة اليسرى، في محور الدفاع بن سبعيني سيواصل، ومجاني سيكون إلى جانبه الذي سيكون أساسيا أيضا مجاني، في وسط الميدان طيدر سيعود إلى الاحتياط، سيعود ربما ستعطى الفرصة لبن غيث ليكون إلى جانب بن طالب، وفي الهجوم سيعود رياض محرز إلى التشكيلة الأساسية رفقة سليماني وسوداني وأيضا إبراهيمي. إذن هذه هي التشكيلة الأساسية بنسبة كبيرة، في الانتظار الإعلان الرسمي عنها بعد ساعة من الآن في فندق المنتخب الوطني، سنكون متواجدين هناك بإذن الله. بعد تدريبات الأمس وقفت على صلاحية الملعب، هل أرضية الميدان جاهزة لاحتضان اللقاء؟
لا أرضية الملعب في حالة جيدة وجيدة جدا، من أحسن الأرضيات إن لم نقل أحسنها في الجزائر في الوقت الحالي، بما أنه ملعب 5 جويلية الكل يعرف الحالة المتواجد عليها، وملعب تشاكال في انتظار ربما ملعب وهران يكون جاهزا في الأشهر القليلة القادمة. ملعب قسنطينة اليوم هو أحسن ملعب في الجزائر، الأرضية في أحسن ظروفها، اللاعبون أعجبوا بها كثيرا وستناسب ربما فنيات اللاعبين وطريقة لعب المنتخب التي أعقتهم كثيرا الأرضية التي كانت التي لعبوا عليها في زومبيا التي كانت جد مهترئة والعشب الطبيعي غير صالح تماما للعبة كرة القدم، من بين الأسباب التي ساهمت في خسارة المنتخب حتى لا نقول السبب الرئيسي، لأن الأرضية على المنتخبين وليس على المنتخب الوطني فقط. الأرضية جاهزة كما قلت لك، إدارة المركب طرحت 32 ألف تذكرة للبيع، بيعت منها 16 ألف تذكرة في انتظار الباقي. إجراءات تنظيمية هنا جيدة، كل شيء في مكانه، حوالي 1300 شرطي لتأمين هذه المباراة، هو عدد كبير ربما، لكن حتى كل شيء يكون في على حاله، خاصة أن المباراة تجرى في ظروف صعبة، بما أن المنتخب الوطني ودع تقريبا حلم المونديال. المنتخب الزامبي أيضا يوجد تحت حراسة أمنية مشددة، وشكر أمس الحكومة الجزائرية والاتحاد الجزائري لكرة القدم على الاستقبال الذي وجده منذ وصوله إلى مدينة قسنطينة والجزائر، لذلك كل الظروف مهيئة ليكون اللقاء إن شاء الله عرسا كرويا يرد فيه المنتخب الوطني الجميل لأنصاره الذين بدورهم سيعطونا صورة جميلة عن مدينة قسنطينة وعن أنصار المنتخب الوطني في الشرق الجزائري. المتواجدين بجانبك وتوقعاتهم لنتيجة لقاء اليوم. يلا سنبدأ بهذا المناصر الذي يحمل العلم الوطني، جئت في الصباح الباكر بالعلم الوطني، تأكدوا باللي راكم حاضرين مع المنتخب في كل الظروف. بربي إن شاء الله احنا في قسنطينة ما نقاطعوش الفريق الوطني، لاش ماهوش راه يتأهل للنهائيات، نبقاو معاهم حتى الاخر اخر لحظه. الملعب راه بربي ان شاء الله يتملى كامل، ما كانش. واش تقول للانصار اللي راهم يشوفوا فيك اللي راهم ربما في التلفاز، تقول النداء اللي توجهوا لهم باش اليوم يجوا يساندوا ربما المنتخب الوطني؟ الانصار اللي راهم قريب القسنطينه ويقدروا يجيو يساندوا الفريق الوطني لاخر لحظه، وراهي بربي ان شاء الله الجزائر ديما الفوق، رانا ما نفقدوش الامل حتى لاخر مقابله ان شاء الله. بربي ان شاء الله اليوم تكهنوا المقابله 3-0 ولا 4 باش ما نوليوش اللورا خلاص. مناصر اخر يحمل ربما معه التذاكر لكل اصدقائك ولا العائله. قبل كل شيء نقول 1-2-3 فيفا لالجيري، مهما يكون من الامر دائما مع الجزائر، لان قسنطينة هذا حملاوي راهو اول مره تأهلنا إلى كأس العالم في قسنطينة، تمنينا إن شاء الله بتكون هذه ثاني مرة ثالثة، وللأسف الشديد ظروف المعينة لكل حال، مهما يكون من أمر نحن الشعب الجزائري وخاصة القسنطينيين دائما مع الفريق الوطني وليس مع الأشخاص، ولو كانت هناك تعثرات إلا أننا نتمنى أن يتداركوا هذا الخطأ أو هذه الأمور التي عقدت كما قلنا للتأهل. ومع هذا نقول بأن الشعب الجزائري دائما معاه، وقسنطينة راهو نال معاه، وتمنيت على كل حال معروف عليا كما قلوا في 82 كنت في إسبانيا وفي البرازيل أيضا كنت في البرازيل، تمنينا كون رحنا حتى روسيا، ولكن للأسف الشديد، ولكن مهما يكون من أمر راهي كما قلوا أمور تمنوا بيت داركوها وموش جامي تروطار، بل المرة الجاية إن شاء الله زيد روح لقطر 1-2-3 في براجيري إن شاء الله. شكرا جزيلا لهذا المناصر الوفي الذي حضر مونديال إسبانيا في 1982 وأيضا مونديال مكسيكو في 86، نتمنى إن شاء الله في البرازيل 2014. وأنا اللي قصدت كنت دائما قصاح من الملاعب يقولوا جامي 203 بصح تختار إن شاء الله بالك في 2022. هو الدرس تكون عباره لنا كما نقولوا على الاقل نعاودوا مره اخرى كما نقولوا نديروا حساب اسامي جديد. دابا ولا خاسر. تحيه الجزائر. تحيه الجزائر. تفضل. تحيه الجزائر لازم. السلام عليكم. من جيتنا خويا من قسنطينه انا عباد. مرحبا بالجمهور اللي يجي. مرحبا بالناس اللي يجيو يقول قسنطينه مارقين ومنا، مرحبا بهم وراهم في بلادهم خويا. ورانا في كما نقولوا هنايا خوه خوه ونسيبورتي ليكيب ناسيونال مع بعضنا ونكفوا يد في اليد. وان شاء الله اللي فيها خير يجي بربي ان شاء الله. من جيتنا الاخ؟ انا من مدينه بوسعاده. من مدينه بوسعاده الله يبارك. اسمح لي برك خلي مناصر للمنتخب الوطني في كل وقت. من مدينه بوسعاده بلديه تمسه دائره بوسعاده ولايه المسيله. جيتوا اليوم باش تشوفوا باش نشوف المنتخب الوطني، وانا نحب المنتخب الوطني سواء الرابع ولا خاسر، هذا المنتخب فرحونا في كل وقت.
فرحنا المنتخب الوطني في المونديال تاع 2010 2014 في كل وقت. احنا زهينا اعماه ومهما يكون احنا عم المنتخب سواء رابح ولا خاسر 1-2-3 في فالالجيري والحمد لله. احنا المنتخب تاعنا هذا رانا اعماه في كل وقت ورانا مساندينه ورانا جايين اليوم المدينة قسنطينة الحمد لله ضيفونا كما ينبغي ورانا اليوم مع خاوتنا ورانا ناصر في المنتخب الوطني وان شاء الله رانا هذا هو أكبر حزب في الجزائر أكبر تجمع هو المنتخب الوطني الذي يجمع كل سكان الجزائر المنتخب الوطني لتشجيع الخضر رابحين أو خاسرين دائما وراء المنتخب الوطني. يلا نخدم مناصر آخر من ولاية أخرى من ولاية واتسوف. يلا تفضل. والله من ولاية واتسوف من جد لنا تشجع المنتخب الوطني معاه قالب ولا مغلوب اليوم معاه كون يخسر ب10 انا معاه مع المنتخب الوطني إيه؟ جيتوا بقوه جينا بقوه هي جينا بعشت ان شاء الله إيه؟ يلا شوفوا مناصر اخر من ولايه اخرى. انا جيت من وادع 8 وادع 8 ميلا ولايه ميلا. نعم ولايه ميلا تفضل سي وحنا جايين مناصر وانا جاي مناصر راك تعرف المنتخب الوطني كما قال لك رابح ولا خاص حنايا يردوا لنا شويه الاعتبار وخلاص هذا ما كان. يعني رغم الاقصاء حنا معاه واش راه نديروا معاه الاخر. شكرا. من مناصر اخر من جد من ولايه جيجي بالضبط الطاهر ورانا مع الفريق الوطني الجزائري سواء في الدسراي او في الدراي وهذه هي كرة القدم ورانا كاع جزائريين ونحبوا الفريق الوطني ولأول مرة منذ سنة تقريبا 15 سنة ولا 17 سنة الفريق الوطني راه رجع للشرق ونحيوا زدتي على كل حال على المبادرة هذه وشكرا. إذا المنتخب الوطني هو ملك كل الجزائريين وهو كل نعم وإن شاء الله مستقبلا في الجنوب وإن شاء الله المقابلة النهائية نتاع نيجيريا يلعبها في وهران إن شاء الله. فوالا وين المناصر من شباب قسنطينه؟ من شباب قسنطينه راك بالسوق السوداء شحال تبيع في التيكيه؟ ب 40000 ب 40000 هما في 30000 تساعد نورمال 10 لهم نورمال 50000 50000 وبيعوا مازال ما طاحش السوق من بعد ب 40 ان شاء الله يولي البيت 60 60 لا 100 ب 40 ان شاء الله. منتخب وطني راه مزيان منا ومن ما عندوش ب 30000 يقدر حنا نبيعوا ب 30 خويا العزيز حنا نجيو هناك بالوقت نجيو نكسر برك فهمت خويا العزيز ان شاء الله بربي ان شاء الله نربحوا ان شاء الله الشباب قسنطينه ديما السياسي السياسي ما اللي كيبلاصه زميلي كمان شكرا نعم زميلتي ابتسام من ميلا من جيجل من الوادي سطيب بوسعاده وايضا سكان قسنطينه الدقسي حي الدقسي حي الشهير هنا في قسنطينه كلهم يد واحده وراء المنتخب الوطني في اجواء جميله نتمنى شكرا جزيلا لك كمان نلتقي خلال المواعيد الاخباريه شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الرياضي نلتقي في المواعيد الإخبارية الرياضية اللاحقة شكرا لكم على حسن إصغائي والمتابعة في أمان الله. منتخبنا الوطني وزومبيا صراحة الشعب الجزائري هو فاقد الأمن في الفريق بتاعنا. المباراة تاع اليوم ما عندها حتى أهمية. محبة ترى المباراة تاع اليوم خلاص خلاص قسينا من 2018 تاع روسيا خلاص. احنا راح نشوفوا سيناريو تاع زامبيا هكذا تاع الآلي آلي والروتوسي لو ميم شوز ما كان حتى حاجة اللي راح تتبدل في ليكيب ناسيونال. المباراة تاع اليوم كيما المباراة اللي فاتت ولا أكثر. ما بقاش آمل خلاص ما كاش آمل. اللهم يدير لي نون تيتولار يلعب هذوك لي ريزيرفيس ولا يلعب لي تيتولار هذوك خلاص دوك ما عندناش حتى امل خلاص. المباراة تاع اليوم انا نقول تكون صعيبة وما تكونش فيها نتيجة الفريق الوطني انا نظن. والله تكون فيها بالك تعادل. يربحوا الاخرين بكالوالو زومبيا اقسم لك بالله غير يربحوا زومبيا. ما شفناش ماتش احنا شفنا ماتش لو البارح شفنا تبهديل شفنا الفضيحة. زومبيا تلعب لنا باقل من 20 سنة تربحنا. بهدلونا اخو بهدلونا والله غير بهدلونا ما عندناش فارق. المباراة تاع اليوم صراحة أنا مهتم بها والله أقسم بالله ما على بالي بها يا أخو والله ماني حاب نشوفها باسكو علاش؟ هاد تبع عليك من تمرض ليكون صحيح يطلع له السكر أخو ما تبعهمش خير. أنا ديك النهار طلع لي السكر خشفت في التيران ما كاش
فريق وطني الجزائري ما كانش، كان غايب. إلي مين إحنا أو ديبار إلي مين عندهم وان فوا خلاص. مهتم بالمباراة تاع العشية؟ ما كاش، ما ناش مهتمين بحتى حاجة. الروس نسيناها في زومبيا، هكذا كي راحوا زومبيا نساو الروس، يخموا الكوب دافريك. الروس باي باي، قول لهم قالكم باي باي. دوك احنا ما نخموش على المباراة، نخموا على الجيل لو جاي جديد هذا، الجيل هذا لو جاي جديد هذا ما عندناش كيفاه. دوك احنا كنغيروا غير المدرب، ما نغيرش المدرب، نغير الجوار. اليوم إلا داروا ماتشين مليح، مساغر حياك لونا في زومبيا، واسمها البلاد هذيك لوزاكا. 17 18 ماشي معروفين كاع، كلاوهم يغنشقوا فيهم. وهنا واش عندنا؟ عندنا تشيلسي، عندنا نابولي، عندنا وين؟ عندنا كاع يلعبوا ما كاين والو. غولم تاع ليكيب ناسيونال وتاعنا ماهمش كيف كيف، بن طالب تاع الشالكو تاع ليكيب ناسيونال ماهمش كيف كيف. اللهم ندير توعنا هنا ويشم اختريكو، حتى ولا ماشي كيف كيف ميم نيفو تكنيك، ندير توعنا بالك ما الماتش هذا ما يلعبوش ولا بروشين ولا يكون عندنا ليكيب ناسيونال. اللي ما يشمخش تريكو تاعو يسامحنا، ما يجيناش من البعيد يقول لك انا جوار وانا كذا وكذا. لا لا، النتيجه راح يعني خسروا بواحد ثلاثه اليوم على حساب المورال اللي راه فيه، يخسروا بواحد ثلاثه. انا ما جاوبش الماتش، انا الاول ما جاوبش كاع الماتش. روح شوف ميكي روسو متحركه وما جاوبش، ما جاوبش، ما نشوفهاش خلاص، كرهت ما نشوفش. ربحونا بالمحليين الاخرين كاع، وراه الفريق الوطني وراهم علاش ميدان يخرج. واليوم ربي يستر. كنا نخمو على لاطاك، لقينا لاطاك ولينا ما لقيناش المليون لا ديفونس والو. هو يقول مبولحي، حنا شادين غير في مبولحي مبولحي، ما نافور انا رايح ما كان والو. سيفتي كمدرب وعندي خبره شويه في الميدان، ما عندناش حارس خويا والله، راهم يديروا فيه غير هكذا كبرت، ما على بالناش كيفاش راهم يلعبوا فيه. اليوم ان شاء الله نطلبوا من الله يكون عندهم حفز ويكون عندهم شجاعة وأموا يفرحوا الشعب، مالغري على بالنا بلي ماناش راح نجوز المونديال، بصح أموا يفرحونا بإن فيكتوار. وراهم ليكيب ناسيونال تاع كيما نقولوا حنا تاع 2010، وراهم ليكيب ناسيونال لونترينور هذاك كونترينور، هذوك اللي كيما نقولوا حنا هذوك اللي شونجمون دارهم. والشعب راهو فاقد الأمل، ماهوش راح يحضر، ما شكيتش يحضر المقابلة باسكو سادير فقدوا هذيك الحرارة هذيك اللي كانت، فقدوها مع الفريق هذا.